السلام عليكم خوتي خواتاتي، صباح الخير عليكم. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي الحبيب. اليوم جيت نوجد لكم واحد الكيكه، ماشي كيكه عاديه بدون ولا حبه دقيق، خاصه الناس دريجين، الناس اللي بغاو الرشاقه وبزاف د الحاجات. المهم بزاف د الناس دابا اليوم كيبغيو ياكلوا الكيكه بالطحين. انا جبت لكم واحد الاقتراح جديد، كيتمنى بانني ينال الاعجاب ديالكم. ونبداو على بركه الله نشوفوا المقادير. عندنا هنايا 4 البيضات، هذا كركاع للتزيين، من بعد نهضروا عليه. 4 البيضات، كاس ناقص السكر، كاس ناقص ديال الزيت، كاس الكركاع مطحون، كاس لي شامبلون، وواحد الخماره ديال الحلوه، واحد راس معلقه فته بحال غير كتكذب عليها ديال الملحه. غنبداو على بركه الله. بسم الله. غنضيفو معاها هاد السكر لي ماشي كاس عامر، نحاولو بما امكن اننا نبقاو نقصو السكر والزيت، راه كاع مصالح نهائيا. والله يجينا ويمجيكم ويمجي الجميع ان شاء الله يا ربي الحبيب. دابا نزيدو كاس د الزيت ماشي عامر كما قلت لكم، الملحه اللي غنعملوها نتوما كتشوفوا شحال غير بحال كذبنا عليها، وغنخلط بين الميكسور وغنرجع معكم على حسب الصداع. من بعد ما خلطنا مزيان بالميكسور غنضيفو هنايا الكاس ديال لي شامبلون، اما تشريه اما تجيب الخبز اللي كيبقى في الدار بلا ما تضيعوه، عاد تحمروه مزيان في الفران وطحنوه. احسن طريقه ولا كانت الخبز الزرع هي ما احسن. غنضيفو دابا هاد الكاس د الكركاع، على حسب الكركاع فيه الزيت كيطلق الزيت، داكشي باش ما بغيتش نكثر من الزيت. غنعملو هاد الكاس كامل، وغنعملو واحد الخماره د الحلوه، وغنخلطو مزيان كما كتشوفوا، يعني تخليطه غير خفيفه. ودابا غنجيبو المول ديالنا، ها هو فين هو، نحطو الخليط ديالنا هنا باش نتحكمو فيه. المول راه دهنناه بالزبده والطحين كما قلت لكم دائما، باش كتلبسوه مزيان على هاد الطريقه هذه. ودابا بسم الله على بركه الله غنشبرو هاد لي سباتول وغنكبو هاد السائل. كتجي البنات غزاله، وصراحه الله كنتمنى انكم تجربوها، وكتجي حسن حسن اصلا صحيه احسن من الطحين. الناس دريجين والناس اللي كيبغيو يحافظوا على صحتهم وداكشي، والعول الصغار راه اصلا راه مقوته، يعني كاس هاد الكركاع ولي شامبلون ما كايناش فيها شي حاجه غير صحيه. كنضربوها على هاد الطريقه هادي باش البنات كتشبر البلاصه ديالها، باش ما كتبقاش شي واحد جهه زيده وواحد جهه ناقصه، غير يدير شويه على حسب هو الدجاج على الطريقه هادي بشويه. طبعا ضروري ما تكون عندكم شي حاجه من تحت. ودابا غنعملوها في الفرن، ودابا غنحطو الكيكه ديالنا في الفرن. رانا حطيته يسخن، العافيه مهينه بزاف بزاف باش تجيكم الكيكه. دائما البنات طيبوها الوقت ديالها في الطياب، العافيه مهينه بزاف على بركه الله. غندخلوها ونخليوها طيب على خطره، ومن بعد نرجع معاكم. ودابا البنات من بعد ما خرجت لنا الكيكه ديالنا، كنعتذر ما صورتش ملي كنت كنخرج من الفرن، وقطعت على هاد الطريقه هادي مربعات كما كتشوفوا. زوقتها بسكر كلاصي، داكشي باش قلت لكم تنقصوا من السكر في الاول، وزوقناها بالكركاع على حسب هو المكون الرئيسي فيها. وكنتمنى ان هاد الكيكه تعجب تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف بزاف،
وهنا غنجرب لكم واحد التروسو، هانتوما تشوفوا كما كتشوفوا البنات غنعملوا هاد الغلاق هنا كما كتشوفوا البنات، هي جات غزاله جديده وصالحه لجميع المناسبات كما كتشوفوا. ها هو السمك ديالها، الماكينه لي طحين ني حتى شي حاجه، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم عملوا لي لايك وبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم. وكنشكر بزاف بزاف كاع المتتبعين ديالي واللي شكروني واللي بغاوني انني نزيد نقدم في الوصفات، وشكرا بزاف.